ينضم إلينا الآن أيضا السيد مدحت أشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي. بعد التحية، الرئيس السيسي أكد خلال كلمته أن مصر عبر تاريخها لم تتجاوز حدودها، وكل هدفها هو الحفاظ على أرضها وأمنها القومي. كيف تقرأ ذلك؟ السيد الرئيس طبعا بيشير إلى عقيدة قتالية راسخة لدى الجيش المصري على مدار عصور كثيرة وماضية، وأن عقيدة الجيش المصري هي الدفاع عن حدوده وأرضه وشعبه. صحيح. لم يعني يسجل التاريخ من قبل أي تجاوز الجيش المصري لحدوده ليقوم بأهداف استعمارية أو احتلال أراضي ليست من حقه أو تدخلات في الشؤون الداخلية لدول أخرى بالقوى العسكرية، زي ما احنا بنقول إن هناك ما يطلق عليه في العلوم السياسية النظرية الواقعية، النظرية الواقعية اللي بتخضع في الأساس بأن يكون هناك جيوش بتعمل بفرض إرادتها، أو دول بتعمل بفرض إرادتها عبر القوة المسلحة ليها. وده طبعا شفناه في كثير من العصور السابقة طبعا. ولا زلنا حتى الآن بنشاهده من قوات عسكرية بتحتل أرض وبتفرض إرادتها على الشعب الذي يعيش على هذه الأرض، كما هو الحال في إسرائيل. يمكن هو حذر خلال كلماته أيضا من عواقب اتخاذ قرارات خاطئة في ظل أن احنا يكون عندنا غضب أو ضغط شعبي كبير، وأن عندنا أوهام القوة والحماسة. كيف تقرأ هذه الرسالة الهامة؟ سيد مدحت، طيب لقد فقدنا الاتصال، سنعود الاتصال به مرة أخرى. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل خلال كلمته أكد على بعض الأمور الهامة جدا، حيث أكد الرئيس السيسي أن نصر أكتوبر له معنى كبير لدى القوات المسلحة والمصريين، وبيمثل عبورا من حالة اليأس إلى الأمل ومن الهزيمة إلى النصر. وأكد أيضا أن الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته العسكرية وكفاءته هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي فقط وحماية حدودها. وأكد أيضا أنه أوجه رسالة للمصريين أنه من المهم استخدام القوة الرشيدة وأن وبتعقل وبحكمة دون طغيان أو تجاوز. وأيضا أن مصر بتقوم بدور إيجابي وفعال في احتواء التصعيد بقطاع غزة ومحاولة تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار. عاد مرة أخرى إلينا السيد مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي. هعيد على حضرتك السؤال مرة أخرى، وأن تحدث الرئيس السيسي عن استخدام القوى الرشيدة وحذر من الغضب والتجاوز، ويجب أن يكون أو موجها يعني رسالة لقوات الجيش المصري بضرورة أن يواصلوا المحافظة على الكفاءة والقدرة والجاهزية. إشارة السيد الرئيس واضحة بأن هناك غضب شعبي عارم حقيقة لما يحدث من مذابح على أرض غزة. هناك من ينادي بأن يكون هناك ردود فعل يعني تتمثل بتدخل قوى عسكرية أو ما إلى هذا من فئات الشعب المختلفة، ولكن قرار الحرب قرار بيحتاج إلى دراسة، وهناك كثير من المراحل التي تسبق هذا القرار، وده بالتأكيد هناك مراحل دبلوماسية وهناك مراحل ضغوط بشكل أو بآخر سياسية على الدول المتعدية كما هو الحال في إسرائيل. قرار الحرب وقرار بيبقى مدروس وبيبقى الخيار الأخير، وخاصة أن كثير من أشكال الحروب التقليدية اللي احنا بنشوفها دلوقتي في كثير من دول العالم لا تحتم إرادة دولة على حساب دولة أخرى. لازم يبقى عندنا منطقية وعقلانية في هذه الدراسة، وهذا لا يعني بالمرة هو أن يكون هناك تخاذل، لا طبعا ده مش موجود. الحمد لله الجيش المصري قوي، الجيش المصري ليه قدرات متعددة. خبرات الجيش المصري في القتال مع إسرائيل على مدار سنوات طويلة بتتناقل من جيل إلى جيل مع التحديث والتطوير، وده أمر مهم جدا فكرة التحديث والتطوير. فبالتالي القرار العسكري في هذا التوقيت أن يكون هناك معركة بشكل أو بآخر عسكرية أمر لا يمكن حكمه في فترة وجيزة. لازلنا حتى الآن بنتحدث عن السياسة وعن الدبلوماسية. أرض مصر خط أحمر
لا لن يتعدى عليها احد، واذا فكر الاخرون ان يتعدوا على ارض مصر فاعتقد لا تجاوز في ذلك، لا أن لا لا مجال الا ان يتدخل القوات المسلحه لطرء هذا العدوان، لان زي ما قلت لحضرتك زي ما قال السيد الرئيس عقيدتنا في الاساس هي دفاعيه، ندافع عن ارضنا عن وطننا عن مصالحنا ولا نتعدى على احد، لأن القوات المسلحة المصرية هي جيش وطني وشريف في نفس الوقت. طيب يمكن تحدث الرئيس السيسي عن ما يدور في قطاع غزة وأن دور مصر إيجابي بشكل كبير جدا لاحتواء هذا التصعيد، وأيضا هو بيحاول بكل الطرق إلى إيصال أو جهود كبيرة لإمداد المدنيين في غزة بجميع المساعدات اللازمة لهم وتخفيف معاناتهم، لأن احنا بنحتاج هناك مواد غذائية ومواد إغاثية أيضا. يعني هي مصر خلال الفترة الماضية من منذ بداية الاعتداء الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة اللي بترتكبها إسرائيل في غزة والمذابح اللي بترتكبها يوميا، كان دور مصر بيستخدم كثير من أوراق الضغط الدبلوماسية والسياسية والتي يوجد فيها أعمال خلينا أقول بتتسم بفكر استخباراتي في الأساس. إن يعني كان هناك من الواضح طبعا أن كان هناك رفض تام من إسرائيل بدخول أي مساعدات إنسانية وإغاثية لأهل غزة، وده طبعا أمر منافي أساسا حتى لقواعد القانون الدولي. وده امر وده بالتاكيد يعني خلى صوره اسرائيل امام العالم اجمع صوره يعني سلبيه بالغايه، وبتوضح بانهم يقوموا باعمال تصفيه عرقيه داخل غزه في هذا التوقيت. لكن مصر قدرت انها من خلال اوراق ضغط متعدده من في بخصوص ازمه الرهائن، بخصوص الافراج عن او اخراج عدد من حامل الجنسيات الأجنبية خاصة الأمريكية والغربية من غزة، إنها تستطيع أن تضغط حتى تم الموافقة على دخول يعني شحنات الغذاء والأدوية وكافة المعونات الإنسانية اللي مصر تبنتها، ويمكن أعلنت العالم أجمع بأن مطار العريش مفتوح والقوافل وقفت فترة طويلة بتشكل ضغط على إسرائيل من خلال الرأي العام العالمي بأن إسرائيل تمنع دخول المعونات الإنسانية لشعب بيتعرض لمذابح، بالإضافة لدور الإعلام المصري اللي كان بيوضح الحقائق أول بأول داخل غزة ودور مصر. أعتقد ده كله شكل ضغط واضح وصريح على إسرائيل بأن تتراجع في قرارها، لأن الأمر في النهاية أصبح يشكل شكل من أشكال التصفية العرقية، الجرائم اللي احنا كنا بنسمع عنها زمان وإسرائيل نفسها يعني عانت منها كما دعت دائما وكما افادت دائما وتستخدم الاله الاعلاميه لتظهرها، اصبح الموضوع الان بينصب بجرائم تصفيه عرقيه بتقوم بها اسرائيل ضد مواطني غزه او مواطن فلسطيني على ارض غزه. النهايه بتاعت هذا الصراع يجب ان تكون على قاعدة دبلوماسية واضحة في التفاهم، وكثير من أوراق الضغط لا زالت موجودة في يد مصر لم تستخدمها بصرف النظر عن الحل العسكري للبعض بينادي به، ولكن هناك الكثير لا زال في جعبة مصر من أوراق الضغط التي لم تستخدمها حتى الآن. الجوهر الفكر في النهاية بيتعلق بسلامة الشعب الفلسطيني من هذه المذابح وإنقاذه من هذه المذابح، وضع حل واضح يشمل توافق ما بين الطرفين في هذا التوقيت، وخصوصا أن المواطنين الفلسطينيين والمقاتلين الفلسطينيين بشكل عام لديهم كثير من أوراق الضغط، منها على سبيل المثال الرهائن وما إلى هذا. إسرائيل بتتعرض لأزمات اقتصادية حادة في ظل امتداد هذا الصراع، بتخسر مليارات من الدولارات بشكل مستمر، توقف عجلة الانتاج في اسرائيل ككل اصبحت تعتمد على المعونات الامريكيه والتي تاتيها من الغرب نتيجه عدم وجود قوى عامله من الفلسطينيه اللي كانت بتخش عن طريق قطاع وعن طريق الضفه، بالاضافه الى ان استدعاء اعداد كبيره تصل الى 300 الف مقاتل خلاف قوه الجيش نفسها، فهذه كلها قوه عامله كانت تعمل في المصانع والكيبوتسات والمشاه داخل اسرائيل. كل ده بيؤدي الى مشاكل، توقف كثير من منصات الغاز اللي كانت بتنتج الغاز في البحر المتوسط خوفا من الاعتداء عليها او خوفا من استهدافها بواسطه صواريخ او ضفادع بعشريه
من عناصر فلسطينية. كل ده بيؤدي إلى تراجع كبير جدا في الاقتصاد الإسرائيلي. الموضوع أصبح الآن من وجهة نظري أن الإضاءة الحكومة الإسرائيلية بتستهدف في النهاية الاستمرار لأطول فترة ممكنة، وليس إلا كنا بنتكلم عن هناك دعوة لتشكيل حكومة ائتلافية، ولم يستجيب أي حزب من الأحزاب في دخول هذه الحكومة. وأصبح الآن الأمر أن الحكومة الحالية تحاول أن تحافظ على ماء وجهها فيما حدث معها يوم 7 أكتوبر ومع القوات الإسرائيلية التي شكل هذا الأمر سبق لم يحدث من قبل بقتال على الأرض مباشرة مع عناصر الجيش الإسرائيلي وسقوط أغلبهم جرحى أو أسرى في يد ميليشيات مسلحة. بالتأكيد أمر يهز فكرة نظرية الأمن الإسرائيلي بجوانبها المتعددة، حتى بما فيها الانتماء إلى قوة متفوقة. أن إسرائيل دائما بتستهدف أن تنتمي دائما أو تلتصق بقوة عسكرية متفوقة، لم تسعفها هذه القوة في شكل من أشكال القتال المباشر على الأرض وجها لوجه وعلى أرض إسرائيل نفسها. أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الآن في ورطة كبيرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي، كنت معنا هاتفيا.